فكره القبول يعني، يعني ممكن جدا بعد ما نخلص الندوه النهارده يقولوا هو المركز ده بيناقش القضيه دي ليه؟ مين اللي زقه علينا؟ واكيد هيطلع في الاخر يا امن الدوله يا مخابرات يا انا هفهم من اسحاق بعدين. لكن خدوا بالكم انه فكره المؤامره كلبشت في دماغنا، بقينا مش قادرين نتحرر من فكره انه مين ورا الكلام، مش ايه الكلام اللي اتقال. يعني مين اللي قال هيكل؟ هيكل بتاع ده كل العصور اللي مش عارف من ايام مين لغايه فين، وواحد طلع في التلفزيون يقول له انت عندك 91 سنه وبتعمل عيد ميلاد، يا راجل عيب عليك. انا مش فاهم يعني، مش فاهم. بس طبعا هو ما يعرفش يطلع في التلفزيون غير لما يلطش. قضيه زي كده لازم ناخد بالنا انها محكومه بامرين. نمره واحد ظروف العصر، خلينا نمره اثنين، نمره واحد الترتيب الكنسي في الكنيسه الاولى، لان احنا كنيسه تقليديه، كنيسه ارثوذكسيه، كنيسه تقليديه. التقليديه يعني ايه؟ يعني فيها تقليد، تقليد مش بمعنى بنقلد لكن بمعنى موروث، زي الاصوليه كده في الاسلام. لما حد يتكلم عن الاصوليه، هي الاصوليه مش عيب على فكره، يعني لما حد يقول اصولي ده بالعكس، اي متدين في الدنيا اصولي، الملحد الاراري اصولي لانه ليه اباء في الالحاد بيرجع لهم ويقرا لهم، اما خصوصا في مصر يعني، لان على ما تفرق. فهي القضيه ان الاصوليه ليست شرا، انما الجمود في الاصوليه هو ده الشر، هو ده الخطر. فاحنا عندنا في الكنيسه قواعد منظمه لاختيار البابا من الكنيسة الأولى مستقرة وتمام 24 إيراد. الالتفاف حواليها هو اللي بيعمل المشاكل. يعني فيما يتعلق مثلا بقضية اختيار الأسقف للبطريركية، اختيار المطران للبطريركية، دي هي طول فيها الكلام. لأنه إحنا محتاجين لشجاعة مواجهة واقعنا. هل فعلا هذا التقليد يحتاج لمراجعة؟ إذا كان يحتاج لمراجعة يتراجع. طالما إنه في الإطار العام، يعني زي إيه؟ زي عند اخواتنا المسلمين انه بيجيبوا الحكم فيما يتعلق بالمعتقدات او التفسيرات او التأويلات او الفقه او كذا للقرآن الكريم، ثم يأتوا الى الاحاديث المتفق عليها، مش كده ولا ايه؟ الاثر يعني في النهاية. برضو في المسيحية التقليدية زي الاسلام التقليدي كده عندنا حاجة شبيهة بكده، في الاخر بنرجع للكتاب المقدس للانجيل نقول في نص بيقول كذا، طب تاويله ايه، طب حكايته ايه، طب ايه ظروف الكلام اللي هتقال امتى، يعني مفيش حاجه كده في الفضاء، انما فيها ظرف اتقال مناسبه يبقى نشوف هل مطابقه المناسبه دي للكلام اللي احنا بنقوله ولا لا الى اخره. اذا قضيه لائحه البابا ليست قضيه قانونيه ودستوريه فقط، انما هي قضيه فيها جوانب كتير. عشان كده لما نحتاج نتكلم فيها لابد ان احنا اولا نتخلص من كل الترسيبات السياسيه والترسيبات المذهبيه والترسيبات الخلافيه الى اخر كل الثنائيات دي، ونبتدي نقول احنا عاوزين ايه. احنا في الاخر عاوزين يجي واحد يفتكر ان الكنيسه ليها دور راعوي تعليمي لا يغازل السياسه ولا تغازله، لا يغازل رجال الأعمال ولا يغازلوه، يبقى راجل كالقابض على إيه؟ على الجمر، هو جاي يعلم ويرعى. وده نص الصلوات اللي بتقام على البابا البطريرك والبابا الأسقف والبابا الكاهن والأب الكاهن، إنه الرعاية والتعليم. وعندما يسأل في اليوم الأخير هيسأل على دي الرعاية والتعليم، أي خروج عن الدائرتين دول يبقى انحراف عن الهدف. عشان كده انا بتصور انه لائحه انتخاب البابا لا يمكن ان تقرا في اطار القانون والدستور فقط، انما تقرا في اطار الهدف. احنا عاوزين ايه؟ نجنب الكنيسه الدخول في الصراعات. عندما يتفرغ رجل الدين لعمله لا كنا هنشوف مشكله المنيا، ولا كنا هنشوف مشكله المقطم، ولا كنا هنشوف مشكله الصراعات اللي موجوده بين المذاهب وبعضها، لان هو مش فاضي للحاجات دي. عشان كده انا بتصور انه نحن نطرح رؤى لكن لا نقيم من انفسنا قيمين على الكنيسه وعلى ترتيب الكنيسه، ولكن في الجهه الثانيه
احنا عندنا مثل مصري عبقري انا بحب الامثال بتاعتنا، يقول لك ان كبر ابنك خوي. تخيلوا كده لو انا بعامل ابني باعتباره لسه في المدرسه، هو بقى اطول مني دلوقتي وبيفكر اكتر يمكن مني لان امكانياته مختلفه عني، ما ينفعش يتقسم البيت، يتقسم وكل بيت ينقسم على نفسه يحصل له ايه؟ يخرب. دي قاعده. عشان كده انا بتمنى انه يتحول هذا الامر الى ورشه عمل يقدم فيها اوراق موثقه ومدروسه. يا جماعه احنا مش بنكتبه قدام عينينا فلان او عشان ننتصر على فلان،